السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء، أتمنى بأن تكونوا بخير وعلى خير. عندنا هذا الحاسوب المحمول هواوي ماتي بوك. أعلنت هواوي عن هذا الحاسوب، وهو أول حاسوب محمول 3 في 1 يعمل من نظام ويندوز 11، ويتميز بتصميم جديد وأول شاشة OLED Real Color هواوي Full View Display، شاشة ذات ألوان حقيقية من هواوي. يتميز الحاسوب الجديد 3 في 1 بتصميم هجين متعدد الاستخدامات. وزن هذا الحاسوب هو خفيف، حوالي 709 غرام، ونحيفا يصل إلى 7.99 ملم. هذا الحاسوب سهل الحمل بثلاثة أوضاع، يمكن التبديل بينهم بسلاسة. وضع الحاسوب المحمول، ووضع الجهاز اللوحي، ووضع الهاتف الذكي. للتعامل مع عديد من سيناريوهات المكاتب المتنقلة، يمكن فصل شاشة الحاسوب هواوي واستخدامها كجهاز لوحي من أجل التعليقات التوضيحية والعرض التقديمي. يمكن كذلك الحاسوب المحمول وقلم هواوي أم بنسيل تقديم تجربة أفضل في وضع الجهاز اللوحي. ما يجعله أفضل هو أن هذا الحاسوب المحمول يوفر أيضا وضع الهاتف الذكي، تمنحك هذه الميزة التحكم الكامل في هاتفك الذكي من خلال الحاسوب المحمول. قام نظام تشغيل ويندوز 11 المثبت مسبقا أيضا بتحسين ميزات اللمس التي تعالج نقاط الألم الشائعة التي يواجهها المستخدمون عند استخدام أجهزة الحواسيب المحمولة 2 في 1 في وضع الجهاز اللوحي. الآن يدعم نظام تشغيل الإيماءات متعددة الأصابع لتبديل المهام، مما يبسط بشكل كبير عناصر التحكم المعقدة لتعدد المهام لتجربة وضع الجهاز اللوحي المحسنة بشكل كبير. بالنسبة لشاشات OLED Real Color هواوي Full View Display، تبلغ نسبة هذه الشاشة العرض الكاملة من هواوي ذات الألوان الحقيقية مقياس 12.6 بوصة، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90%، وهي تدعم ذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، ومجموعة ألوان واسعة P3، ولديها دقة ألوان احترافية. تظل الشاشة حادة ومشرقة. علاوة على ذلك، يستخدم حاسوب هواوي ماتي بوك تقنية الضوء الأزرق المنخفض على مستوى الأجهزة، وهو أول حاسوب محمول 3 في 1 من هواوي يحصل على شهادة TÜV رينلاند فول كير اي كير 2.0. ميزات هذا الجهاز: يتوسع هذا الحاسوب المحمول الجديد في قدرات الجهاز الفائق من هواوي مع ميزات الاتصال المبتكرة متعددة الأجهزة. يمكن لهذا الحاسوب المحمول الاتصال لاسلكي بالهواتف الذكية المتوافقة مثل هاتف هواوي نوفا 9، ومع شاشة مثل هواوي ماتلي فيو عبر كابل USB-C، أو تزويدك لاسلكيا بالتعامل المستقبلي متعدد الأجهزة ومشاركة الملفات عبر الأجهزة بسحب وإفلات بسيط إيماءات. استناد إلى تقنية هواوي الموزعة، تساعد ميزات العرض على عدة شاشات بين أجهزة الحواسيب والهواتف الذكية في سد الفجوة بين أنظمة تشغيل أندرويد وويندوز، مما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم في شاشات متعددة. في إطار ميزة العرض على عدة شاشات، يمكن توصيل هاتف هواوي نوفا 9 الذي تم إطلاقه مؤخرا بحاسوب هواوي ماتي بوك تشكيل جهاز فائق وقوي. بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب المحمول الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول وفتح ما يصل إلى 3 نوافذ لتطبيقات الهاتف المحمول، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز إبهام للحاسوب، مما يتيح المجلدات الموزعة ويجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين توصيل الحاسوب المحمول بشاشة هواوي ماتي فيو عبر الكابل أو لاسلكيا للحصول على شاشة إضافية توفر لك مساحة مشاهدة غامرة. تتمثل مزايا وجود هذا الإعداد الثلاثي في التبديل للتوصيلات اللاسلكية والسلكية بشريحة واحدة، مما يتيح لك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي. تفاعل هذا الجهاز الذكي: يتوافق هذا الحاسوب مع قلم هواوي أم بنسيل الجيل الثاني. عند إقرانه بحاسوب محمول 3 في 1، يظل القلم مستجيبا كما كان دائما، حيث يدعم 4096 مستوى من حساسية الضغط، وزمن وصول منخفض يصل إلى 2 ملي ثانية فقط. يتوافق حاسوب هواوي ماتي بوك أيضا مع لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية من هواوي،
والتي تدعم مشاهدة متعددة للمستخدمين على الحاسوب المحمول 3:1 بشكل مريح. بالإضافة إلى ذلك يمكن لهذا الحاسوب العمل بشكل تعاوني مع أجهزة مختلفة تعمل على أنظمة التشغيل بما في ذلك سماعات الأذن والطابعات والشاشة. تحويل الكمبيوتر المحمول 3:1 إلى قوة إنتاجية متنقلة تعمل الميزات الجديدة في تناغم لتحسين تعدد استخدامات الحاسوب المحمول 3:1 عبر سيناريوهات الاستخدام المختلفة سواء كان المستخدم في المنزل أو في المكتب. تجربة مميزة لمكالمات الفيديو. هذه المرة تم تجهيز هذا الحاسوب بأربعة ميكروفونات في حالة التكوين الممتاز للأجهزة. قامت شركة هواوي بتجهيز مجموعة متنوعة من تقنيات الخوارزميات على مستوى البرامج لضمان مستوى التقاط الصوت لجهاز هواوي ماتيبوك بطريقة شاملة، يوفر دعما مهما للمستخدمين في ظل سيناريوهات المستخدم النموذجية مثل مكالمات الفيديو عالية الدقة ومشاهدة الهاتف المحمول لتحسين جودة الاتصال بجهاز الاستقبال. تمتلك هواوي تقنية تحسين إلغاء الضوضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي المتطورة ذاتيا. تستفيد هذه التقنية من خوارزميات الشبكة العصبية العميقة والتي تستغرق آلاف ساعات من مجموعات بيانات الإشارات الصوتية غير الكلامية والكلامية للتدريب على النموذج. تغطي مجموعات بيانات الإشارات الصوتية الأصوات البشرية النموذجية وضوضاء بيئة العمل الشائعة للسماح لنموذج الذكاء الاصطناعي بتعلم خصائص إشارة الصوت غير الكلامية. فإن سعر هذا الكمبيوتر المحمول هو 499 أورو. الآن عندنا جهاز آخر. هذا الجهاز هو كمبيوتر أسوس فيفوبوك S15 OLED. هذا الكمبيوتر المحمول المتميز يعتبر من بين الأجهزة المميزة من خلال أدائه الاستثنائي، مدعوما بمعالج انتل كور i7 وذاكرة وصول عشوائي DDR4 تصل سعتها إلى 16 جيجا بايت بسرعة 2133 ميجا هيرت وبطاقة رسومات MX150 جيو فورس نيفيديا. يوفر فيفوبوك S15 رسومات سلسة تجربة ألعاب رائعة مزدوج النطاق، يمكنك الاستمتاع بسرعة 867 ميجا بايت في الثانية. بالنسبة لوزن هذا الكمبيوتر فهو يزن 1.5 كيلوغرام، بالنسبة للسماكة فهو سميك 17.9 ميليم. بالنسبة للشاشة فشاشته هي نانو إيدج بإطار رفيع للغاية. يحتوي هذا الجهاز على شاشة مقياس 15.6 بوصة بدقة فول HD في كمبيوتر محمول مقياس 14 بوصة. هذا العمل الفذ ممكن بفضل حواف نانو إيدج التي تبلغ 7.8 ميليم فقط، والتي توفر نسبة 80% من الشاشة إلى الجسم. تشتمل الشاشة أيضا على تقنية زاوية عرض واسعة تبلغ 178 درجة لضمان بقاء الألوان والتباين واضحا وحيويا حتى عند المشاهدة من بعيد. إنه الحل الأمثل لمشاركة المحتوى مع أصدقائك وزملائك. بالنسبة للأداء فهو جيد الأداء بدقة رائعة. بالنسبة للنظام، نظام التشغيل إما نظام ويندوز 10 وكذلك ويندوز 11. تخزين هجين، نقل بيانات معزز. هذا الجهاز يوفر أفضل تصميم تخزين المزدوج، السرعة الفائقة لمحرك أقراص الحالة الصلبة والسعة الكبيرة لمحرك الأقراص الثابتة. كل ما عليك هو القيام بتثبيت التطبيقات على SSD للاستمتاع بأوقات تحميل أسرع واستخدام محرك الأقراص الثابتة لتخزين الملفات الكبيرة مثل الأفلام والموسيقى وألبومات الصور. يتميز بزيادة هائلة في سرعة القراءة والكتابة وأداء PC Mark وحماية البيانات المادية عند إضافة مثلا محرك أقراص ذي حالة صلبة مثلا إلى هذا الجهاز، فهو سريع في الاستجابة. إنه جهاز أسوس فيفوبوك S15 OLED. أما بالنسبة لسعر هذا الكمبيوتر فسعره 819.99 أورو. متابعينا الأعزاء، كانت هذه بعض الشروحات لهذه الحواسيب المميزة لهذه السنة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.